هل يجوز الترحم على غير المسلم؟ بص اقول لحضرتك على شيء. كل دين له دستور تمام، وكل دين بيقول ان السماء دي او الجنه ليها شروط. لو انت بره الدين بتاعي انت مالكش عندي جنه تمام، مالكش عندي جنه ان مالكش عندي مغفره ولا ثواب ولا كذا ولا كذا. ربنا سبحانه وتعالى انا كمسلم ربنا قال لي الجنه دي انا عملتها لمن يؤمنون بالله وبالنبي الامي. قال كده ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي. فانا بالنسبه للكتاب بتاعي ربنا بيقول لي الرحمه والمغفره دي بتروح للذي يؤمن بالله ورسوله. وجاء قال لي في ايه ثانيه ومن لم يؤمن بالله ورسوله، الاثنين مع بعض مش واحد فيهم، ها بالله ورسوله الاثنين يعني ربنا وسيدنا النبي، بيقول ومن لم يؤمن بالله ورسوله الاثنين مع بعض فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فما يجيش ربنا يقول لي ان الميت غير مؤمن بالله ورسوله إنا أعتدنا للكافرين سعيرا وانا اقول له لا انت لازم ترحمه. يعني حتى هذا انا اعتقد ان هو يعني ايه من يعني من الحكم على الله. ربنا عمل دستور قال لك في الدنيا مديك الدنيا عيش طولك وعرضك كويس. تؤمن تكفر انت حر، انت من حقك تتجوز الكتابيه مثلا ماشي، ولو ماتت ما تترحمش عليها، ده كانت مراتك. الزواج معامله دنيويه، الرحمه والجنه معامله اخرويه. انا بتعامل مع الناس في الدنيا على اللي بيبدو ليا منهم في الدنيا، لكن الاخره بتاعت ربنا، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي حكم وقال والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي. فأنا مش مطلوب مني إن أنا يعني إيه على رأي المثل مغسل وضامن جنة. أنا مطلوب مني عاملك في المجتمع بالمعروف وتعاملني في المجتمع بالمعروف. أنا بقى عقدت إيه في اللي هيخش الجنة يوم القيامة دي ما تزعلكش، ده اعتقاد يا سيدي وأنا حر زي ما أنت ليك اعتقادك وأنت حر، زي ما أنا ما ضغطتش عليك في اعتقادك ولا طالبتك إن أنت تشهد لي بالإيمان انت كمان ما تطالبنيش ان انا اشهد لك بالايمان.